في الحلقتين اللي فاتوا شفتوا معانا لما وصلنا مونتينيجرو. احنا دلوقتي وصلنا مونتينيجرو ودخلناها ازاي ولما رحنا بودفا. مونتينيجرو بلد صغيره جدا وعدد سكانها كمان صغيرين جدا وقليلين جدا، حوالي 620 الف نسمه. وسفاتي ستيفان وجزء من كوتور وبيراست. في الحلقه دي هنروح من كوتور، طريق من اخطر الطرق في العالم. بصراحة ده اخطر طريق بالنسبة لي سقت عليه، لان ده مرتفع، يعني احنا دلوقتي على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر. عشان نروح قرية هادية منعزلة فوق الجبل اسمها نيجوشي. لقينا بيوت ولقينا عالم تاني خالص، يعني انتوا ازاي عايشين هنا؟ في ناس بتحب الهايكينج بيطلعوا حصن كوتور، بيطلعوا من هنا وبعدين يطلعوا لحد فوق خالص. انا مش هعمل كده، لا سني ولا لياقتي ولا ركبي ولا فخادي تقدر تعمل كده. في ناس بيعملوا كده، ربنا يبارك لهم يا رب. المهم يعني ان لو عايزين تشوفوا الفيو اللي بتشوفوه في الاخر، لان هم بيطلعوا في الاخر خالص عشان نشوف فيو حلو قوي، هناخد العربيه ونطلع في حاجه قريبه منه قوي، فهتبقى تقريبا نفس الفيو، فهنوريها لكم كمان شويه. كمان اللي هنعمله بكره اللي هو اللي انتوا هتشوفوه كمان شويه هيبقى اخطر واحلى طريق هتشوفوه في اي حته تانية. يعني هو ده مشهوره جدا بيه مونتينيجرو، الطريق الممزلق الافعواني. اسمه الطريق الافعواني، بس هو يعني عشان شبه التعبان طالع فوق الجبل كده 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 كده. ده بكره هنروحه، بس غالبا انتوا هتشوفوه في الفيديو ده. يعني هم بيدخلوا من الحصن ده عشان يوصلوا للقلعه فوق خالص اسمها سان جوفاني. القلعه ديت قديمه جدا جدا جدا، تقريبا من 1500 سنه، ودخولها ب 8 يورو. طبعا مش عشان الفلوس انا ما طلعتش، ده ملوش علاقه خالص، يعني انتوا عارفين طبعا. صباح الخير، ده تقريبا اليوم اللي قبل الاخير في كوتور. بصحى من النوم هنا، بص الفيو عامل ازاي. ده الشباك عادي جدا، ولكن لو بصينا هنا هنلاقي برضو ان من ضمن الفيو عنكبوت كبير جدا. طبعا هو مش كبير جدا ولكنه كبير بالنسبة للي عرفهم. الموضوع ده هنا في كوتور في حشرات كتير، احنا ساعات بنتقرص واحنا مش فاهمين اصلا احنا اتقرصنا من ايه، ولا القرصة دي جيب منين وامتى اصلا، وقرصات كبيرة يعني. المهم ان يعني هو في عناكب وفي ناموس وفي هاموش، فاللي يجي هنا لازم يسلح نفسه. مش عارف ازاي يعني، ياريتنا كنا سلحنا نفسنا. نسلح تمام سلاح العلم. دلوقتي الفندق قالوا لنا ان لازم، بما اننا وصلنا كوتور وهنبات فيها، فاحنا لازم نروح نسجل اسامينا وندفع الضرايب بتاعه المدينه في المكتب بتاع السياحه اللي في كوتور اللي هو ده. فالمهم احنا جينا بيشوفوا الباسبور وبيشوفوا كام ليله احنا قاعدين، فاحنا قاعدين 3 ليالي، فكل واحد فينا دفع 3 يورو يورو عن كل ليله، وبيدونا نسختين، نسخه بتبقى لينا ونسخه للفندق. بس كده، دي حاجه اول مره تحصل في اي مكان نروحه، بس شكلها هي دي بقى هما بيعملوا كده هنا يعني. كوتور فيها شبه كبير قوي من فينيسيا. فينيسيا كانت لوحدها كده بلد بعيدة خالص عن إيطاليا، كانت منفصلة عن إيطاليا، جم احتلوا المدينة هنا وبقت شبه فينيسيا جدا، وقعدوا فيها 300 سنة. بعد كده بقى فينيسيا انضمت لإيطاليا، بس ده مش موضوعنا. المهم ان المشي في كوتور حلو قوي على الكورنيش، وكمان هنا في المدينة القديمة تحس انكم رجعتوا بالعصر القديم، رجعتوا ورا خالص، لان هي كمان تحس انكم ماشيين مثلا في المسلسل بتاع جيم اوف ثرونز. وكمان هي هنا على حدود دوبروفنيك، ودوبروفنيك هي اللي صوروا فيها جيم اوف ثرونز. مونتينيجرو احتلوها امبراطوريات كتير جدا، العثمانيين والفينيسيين والمجر والنمسا، واخر احتلال كان صربيا استقلوا منه سنة 2006 اللي هو اول امبارح. النهارده قلنا ننزل متاخرين شويه، يعني احنا صاحيين من بدري، بس قلنا نحاول نبعد عن الشمس شويه، لان الشمس صعبه، هي الرطوبه عاليه، اضطرينا ننزل متاخرين. المهم ان احنا رايحين مكان مهم جدا 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 جنب كوتور، حاجه كده مثلا بتاع
نص ساعة سواقة من هنا من كتور. فالمكان ده هو بتشوفه دايما في الصور، فيه جبل وفيه طريق طالع كده بيسموه الأفعواني. المهم هنطلع ونشوفه. والموضوع ده فيه قصة رومانسية كده، المهندس اللي عمل الطريق يعني، استنوا احكي لكم لما نوصل هناك عشان تشوفوا بقى تسمعوا القصة مع الفيديو اللي هناك. احنا بدأنا بقى الطريق اللي هم مسمينه أفعواني سيربانتاين، يمكن سيربانتين مش عارف. المهم ان الطريق ده شفته في الماب شكله عامل ازاي. هنطلع بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي. هنا اللي بيسوق لازم يسوق بالراحة جدا جدا جدا، ما يبصش يمينه ولا شماله ولا اي حاجة. ابص في عربية جاية، بصوا بقى دي المكان قد ايه. هو حارة واحدة اصلا، بس هو حارة. الطريق بجد ممتع رغم ان هو ضيق وحر رايح وحر جاي، بس انتوا شايفين المناظر عاملة ازاي. وكل ما بنطلع اكتر كل ما الفيو بيحلو اكتر، جامد قوي قوي قوي. بصوا 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 من هنا، دي بالنسبة لي النرويج، جمال النرويج. وتحت بقى في السوفن كروز الكبيرة دي في الفيورد، شكلها تحفة هتبان من هنا. كل ده احنا لسه بس في نص الطريق، احنا تقريبا بقينا في علو الجبل اللي هناك ده. الطريق نفسه تحفة، الشجر والغابات اللي في الجبل تحفة. والمكان اللي ورايا ده بيفكرني بمكان كنا بنروحه في النرويج، انا مش فاكر اسمه بالظبط، كان ترومسو ولا كان ايه، بس كنا عملنا رود تريب من بيرجن لترومسو وعدينا عليه بالظبط بالظبط النرويج، بس مش برد، لابس نص كم وحران. انتوا عارفين ان احنا هنا في كتور، فاللي باينة من هنا دي كتور، واللي هناك خالص دي تيفات اللي بدأنا بيها الرحلة. فالاتنين شكلهم من هنا قريب قوي، بس هم بعيد عن بعض يعني، تقريبا خدت مننا تقريبا حاجة و30 دقيقة عشان نوصل هنا. بس اهو شفنا كل حاجة من هنا، البلد كلها بانت. هنا احنا طلعنا في الجبل من فوق خالص، في شوية حتت باينة من هنا صغيرة من الطريق، يمكن تبان من فوق اكتر، بس مش دي مشكلة. عايز احكي لكم قصة بيقولوا خيالية واحتمال تبقى حقيقية معرفش، بس هي النمسا كانت محتلة مونتينيجرو، وكان فوق الجبل خالص في نقطة كده مبنى مهم جدا للنمسا فوق بتاع الدرك بتاع الشرطة. فالنمسا طلبت من مهندس نمساوي ان هو يبني الطريق اللي احنا طلعنا منه ده كله عشان يوصل لحد فوق. المهندس بيقولوا ان هو كان بيحب الاميرة بتاعت مونتينيجرو بتاعت الجبل الاسود، وكان اسمها ميلينيا. عمل لها حرف الام اللي هناك ده، مش عارف ده صح ولا غلط، بس احتمال يبقى هو اللي عامله عشان كده يعني. الله يرحمهم هما الاثنين. الغريب جدا ان برضو النرويج فيها نفس الطريق اللي هو اسمه سيربانتاين رود، او الطريق الافعواني زي اللي هنا بالظبط اللي لفف ده، بس اللي هنا ده 16 لفة. المهندس النمساوي اللي جه عمله عمل اللفة 180 درجة، بتلف 180 درجة والارتفاع 8%. هو كان حلو حلو بصراحة، بس انا دخت شوية بصراحة. ده اخطر طريق بالنسبة لي سقت عليه يعني. الطريق بتاع العين السخنة هو خطر جدا، بس ده اخطر منه لان ده مرتفع يعني. احنا دلوقتي على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر. شفتوا العربيات لازقة فيها جدا، انا معرفش ازاي ما خبطوش في المراية اصلا يعني. في عالم فوق الجبل، انتوا شايفين احنا طلعنا قد ايه، تقريبا 1000 متر فوق سطح البحر. وفي عالم، بيوت بقى مبنيه وناس عايشه وعندهم حيوانات وعربيات، وفي تأجير موتوسيكلات ويعني ومطاعم وبتاع، حاجه غريبه جدا. المهم ان انا عايز سوبر ماركت بقى. احنا ايه، انتوا طلعتوا معانا الرحله اللي هي بتاعت الجبل لحد ما طلعنا فوق خالص. في قريه فوق الجبل اسمها نيجوشي. القريه ديت مش لنالها مثلا بالعربيه حوالي 10 دقائق ربع ساعه، لغايه ما وصلنا هنا لقينا بيوت ولقينا عالم تاني خالص. انتوا ازاي عايشين هنا؟ فواضح ان كل الناس عارفين بعضيهم، والناس بتمشي بتدي كلاكسات عشان كلهم عارفين بعضيهم، فبنسمع كلاكسات كتير. ما اداش كلاكس. المهم ان هنا مشهورين بالجبنه وباللحمه، احنا ما جبناش لحمه، احنا
جبنه جبنه، الجبنه بتاعتهم كانت طعمها حلو جدا بصراحه. مشهورين بايه كمان؟ مشهورين بان هم ما عندهمش سوبر ماركت، نفسي اشتري حاجه من السوبر ماركت ما عندهمش. قريه بقى، قريه فيها فراخ على الارض، فيها بيوت شكلها قديم، فيها ناس صوتها عالي، قريه فيها كل حاجه. انا مش عايز اضيف اي حاجه غير ان انا بحب جمهوري، بحب ارغي معاهم، بحب احنا كلنا وراجعين بقى نازلين عند الفندق بتاعنا، سالت الراجل على سوبر ماركت قال لي النهارده الحد، انت اخترت اليوم الصح، كلهم قافلين. اتمنى نلاقي حاجه فاتحه في بنزينه. قدامنا بقى ساعه الا ربع نزول في الدوده اللي بننزل فيها دي. يلا ان شاء الله بقى. ايه ربنا. السلام عليكم. صباح الخير. احنا النهارده مروحين للاسف، اخر يوم خلاص. الطريق من كوتور لحد المطار بتاع بودجوريتسا هياخد ساعه ونص في الطريق. قلنا نقف عند حد بتاع مخبوزات وبتاع عشان نشتري اي حاجه، فجبنا من عندهم بريك شكله جميل. هناكل ونتحرك. المفروض اسلم العربيه في المطار الساعه 12 ونص وبس كده. مبسوط قوي عشان في ناس كملت الفيديو لحد هنا. المشكله مش عارف فيديو طويل ولا قصير، بس ان شاء الله يبقى حلو بغض النظر عن طويل او قصير. وشكرا لكم جدا جدا جدا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يعني انا ناوي ان شاء الله انزل 3 4 حلقات فغير ريلز، فاستنوها. ولو مش عاملين فولو في انستجرام اعملوا فولو هناك. وشكرا لكم، استنوني في الحلقه الجايه من بيسوهات.